السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة عن ثلاث أشياء مهمة تدل عليها رؤية الدود في المنام. فالدود في المنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام يا أحبابنا الكرام. الدود في المنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فلربما دل على الحب والود، ولربما دل على أولاد الرائي وعياله، ولربما دل على الحسد والسحر. فالدودة في المنام تدل على مولودة أنثى، أو تدل الدودة في الرؤية على البنت. فلذلك لو أن المرأة رأت في منامها، المرأة الحامل لو رأت في منامها أن في دودة بتخرج من جسمها، دل ذلك على البشارة بإنجاب مولودة أنثى. كذلك لو خرجت الدودة من أي مكان في جسدها، فلربما خرجت من الفرج أو من أي مكان من جسدها، دل ذلك أيضا على أنها تبشر بمولودة أنثى. والدود في الرؤية عدو من الأهل، حتى في كلام الناس يقول لك دود المش منه فيه، يعني العدو من الأهل. رؤية الدود تدل على عدو من الأهل، ولربما دلت على الحسد والسحر كما ذكرنا. ذكر لي رجل يوما أنه شاف كومة كده من التراب مليانة دود، وبعدين جاله رجل هو يعلمه عارفه اللي هو سحار، فهو بيسأل الساحر بيقول له إيه ده؟ قال له لا، ده المرة دي مش زي كل مرة. فبينا له أنه يعني أذى يأتيه من سحر، ونسأل ربنا عز وجل لنا ولكم العافية. فلربما دل الدود على السحر والحسد، ولذلك قالوا أن دود البطن، دود البطن يدل على أولاد الرجل وعياله وهم يأكلون من ماله، يأكلون من ماله. وأما إذا رأى أن الدود قد اجتمع على لحم يأكلون منه أو لا يأكلون منه، دل ذلك على أنهم يأكلون من مال غيره. أما من رأى أن الدود يخرج من فمه، دل ذلك على أن أهل بيته يمكرون به ويخدعوه، وهو يعلم ذلك وينجو منهم. ومن رأى في المنام أن الدود يخرج من جسده، فهو يتباعد من قوم أشرار. الرأي ده يبتعد عن قوم أشرار، ويكون له بذلك شرف وطهارة. وخروج الدود من الجسد يدل على زوال الأذى وزوال الهم وكمان إتيان الفرج. خروج الدود من الجسم يدل على الإيه؟ على الفرج. كذلك يا أحبابنا الكرام، من رأى أن الدود يخرج من دبره، دل ذلك على أنهم أولاد أولاده. ودود القز في المنام يدل على رعية السلطان، ومن رأى من ذلك شيء نال مالا عظيما. كذلك الأمر يا أحبابنا الكرام، قالوا إن من حصل شيء من دود القز حصل منفعة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال ولربما دلت رؤية دود القز على ارتكاب الحرام والوقوع في المحظور. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا ما كان عندنا من علم اليوم في رؤية الدود، وقلنا أنه هو ود ومحبة بالنسبة للعازب والعازبة. في منام العازب والعازبة يدل على الحب. دود لو احنا شلنا الحرف الأول بس، الدال الأولى هيبقى ود، حب. هذا ما كان عندنا من علم. لو عجبكم الفيديو ريت تعملوا لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة أتمنى أن يشترك في قناتي، فعل خاصية الجرس، يختار منها الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.